أصابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أشكل علي نجاسة الدم في الباب السابق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم ولم يتوضأ بل غسل محاجمه فقط، أصابكم الله. أما بالنسبة لاحتجامه عليه الصلاة والسلام فلم يرد أنه لم يتوضأ وقام إلى الصلاة مباشرة، فإن الإنسان قد يبول ويبقى ساعات ولا يتوضأ، فليس هذا بدليل، إنما يكون دليلا ألا بالنسبة لاحتجامه عليه الصلاة والسلام وخروج الدم منه لا يوجب انتقاض وضوئه. احتجام الإنسان وخروج الدم منه لا يوجب انتقاض وضوئه في قول جمهور العلماء، وقلنا إنه هو القول الصحيح. وكون الإنسان يحتجم ولا يحكم بانتقاض وضوئه لا يستلزم أن الدم طاهر، فالدم نجس وخروج الدم من الإنسان لا يستلزم أن ينتقض وضوءه. وعلى هذا فإن استشكالك كونه يحتجم أن هذا يدل على أنه ليس بنجس، فهذا ليس بقوي، والصحيح أن الدم نجس بظاهر القرآن في قوله سبحانه: أو دما مسفوحا فإنه رجس، حيث عمم سبحانه في كل دم يسفح، والمراد بذلك أن يخرج من الحي سواء كان آدميا أو غير آدمي، فإنه إذا خرج منه في حال حياته فهو دم مسفوح، وعلى هذا فإننا نقول بنجاسته. وقد أمر صلى الله عليه وسلم المرأة فقال: اغسلي عنك الدم وصلي، فأمرها بغسل الدم قبل الصلاة. وكونه يخص بدم الحيض فإننا نقول دم الحيض وغيره على حد سواء، وقد أمر المستحاضة أيضا أن تغسل وليس بدمها دم حيض، وإنما هو دم ناشئ عن عرق، كما ثبت بذلك الخبر في الصحيح في قوله: إنما ذلك عرق. فلما أمر المستحاضة أن تغسل دم الاستحاضة وقال إنما ذلك عرق، فإن الدماء تخرج من العروق، والأصل أنها تسري في الإنسان من عروقه. وعلى هذا فإننا نقول إن أمره بغسل الدم يدل دلالة واضحة على نجاسته، وهو المذهب الراجح، والله تعالى أعلم.